طلعي، أنا رح وقف هون واسمع حديثكم، وعيني رح تضل عليكي. تتركي المرة تحكي اللي جاي مشانه. صدقيني إذا شفتك عم تلمحيلها بأي شي بقتلك فورا. فهمتي شو قلت؟ منيح. طيب سارقين شي من البيت؟ لا، ما لحقوا يعملوا شي، لأنه الحارس وصل بالوقت المناسب. شو حياتي، أنت تضايقت؟ أي طبعاً أنا بتضايق من هيك شغلات. ليش مو رنين يلي جابت القهوة؟ بابا مانو بدار العجزة، خايف يكون صار له شي. كان كتير مزعوج من أخي شرف. والله ما بعرف، الأفكار عم تاخدني وعم بتجيبني. ما طلعتي برات البيت ما؟ طيب في شي حدا اتصل وسأل؟ أو ترك شي خبر عن بابا على علمك؟ شبالة تكون ما بتقدر تمشي. لا لا، ما فيها أي شي، بس صار مع حادث بسيط. أنا بترجاكي روحي هلأ، بعدين البنت بتسمعنا. ليش نحن على شو اتفقنا وجاية تقولي لي روح؟ آمال خانم، أنا بعرف منيح شو اللي اتفقنا عليه، واتفقنا تستني خبر مني، بس أنت ما استنيتي. بعد ما قطعت كل هالمسافة كيف بروح وبعرف إنه يلي بيني وبين بنتي بس باب، بدون ما أخدها ما بروح. واضح إنك عم تعاني من صدمة قوية كتير. بنتي أنا بعرف دكتور شاطر كتير، رح أعطيكي رقمه، بتروحي لعنده كم جلسة وأنا بدفع كل التكاليف. لا شكراً إلك، ما في داعي، أنا ماني بحاجة لدكتور. بس أنا عم حاول ساعدك لتطلعي من هالأزمة، وإذا بدك مشان الإشار بهاد فيك تغطي راسك برا، بس على الأقل لما تكوني بالبيت شلحي. طبعاً بالآخر أنا ما دخلني، أنت اعملي اللي بيريحك. حطينا المريض بغرفته، بيقدر واحد بس يفوت يشوفه وما بيطول. طيب بفوت أنا؟ لا ابني أنت لا تفوت، هلأ بتتضايق أكتر، وبعدين بخاف أنك تبطل تروح. أنت خليك أنا بفوت. ليش، لوين بده يروح؟ مو وقتها هلأ، أنا رح فوت لعنده. تفضلي، لا تتعبي كتير. إيه. خير الدين، يلا افتح عيونك. خير الدين عم تسمعني؟ ها؟ اللهي ظاهر انت ما عرفتني، انا مرتك ناريمان. بيعي هداك البيت. انو بيت؟ استغفر الله، الزلمة ما عاد يجمع. بيعي هداك البيت واعطي المصاري لغالب. انت افعى سممتينا كلياتنا. العي العي العي. ماما، بابا بابا بابا، يا ممرضة يا ممرضة، بابا انت منيح؟ لو سمحت اطلع لبرا، انت ما بيصير تضل هون. بابا اذا بتريد بدي اعرف أمير. اشتغل انا جنبه. سيد امير لا تخاف بابا، اطلع لبرا لو سمحت. لا تاكل هم، كل شي منيح. ايه رجاء اطلع لبرا. ياسمين أمير، ياسمين شفتي اللي عمله أبوك؟ والله أنا ما عم أفهم كيف عرف الحقيقة.
ندمت ألف مرة لأني اشتريت هداك البيت. أبي شو قال؟ قال إني أفعى وأنا سممت الكل. وليش لحتى يقول هيك شي من دون سبب؟ لأنه عرف بقصة البيت. قال لي بيعه وأعطي المصاري لغالي، مثل ما أنك شايف، بس بيعطي الأوامر وما بيعرف كيف مرقت العشرين سنة وكيف ربيت هالولاد، ما بيعرف وكيف علمتهم وشو عملت ولا شيء. ناريمان روح اشتري غراض، ناريمان جيبي مصاري. هو يلي خلاني مد ايدي لكل الناس وهلأ هيك عم يتشكرني على كل شيء. ماما تعي خلينا نرجع المشفى. لا ما بدي. لا ليكي هلأ مو وقت تعصبي وتنزعجي، بس أبي يتعافى ويطلع من المشفى بتعدوا وبتحكوا وأنا كمان بوقف بجنبك. أنا خلص ما عاد روح لعند أبوك. لكن أنا بروح له. لا ابني غبلك شي أسبوعين وبس ترجع بتشوف أبوك. وهلأ يلا على الجراج، يلا لا توقف امشي. يلا وقف السيارة. لك انت شو صار لك؟ اهدى الزلمة رح يروح. اعمل شي، وقفوا السيارة. عود مكانك. هداك الشاهد يلي بيعرف كل شي. خلص انت رايح للمدعي هونيك احكي له عن مشكلتك. نحن وين؟ شو هالمنطقة هي وشو هالشارع؟ هلا بسأله للشوفير. صباح الخير. صباح الخير. شو لسه لهلأ ما جابوا له شرف؟ عالطريق وشوي بيوصلوا. في شي أخبار؟ الظاهر أنت اللي عندك طالما أنك جبتي للإدعاء العام. أنسى ملك، بدي أقلك على شغلة. أنا كتير مقربة من عائلة الأخ شرف، وأنا والضابط أمير زملاء بنفس القسم، يعني فيك تقولي عائلة واحدة. فياريت إذا شكيتي بأي شي أو إذا وصلك أي معلومات تحاكيني فوراً، لأنه هالشي منيح للقضية. وانتي اذا عرفتي شي خبريني. اكيد لا تشغلي بالك ابدا. شو عم تساوي؟ عم لف اليبرق ورح ساوي محاشي. بس اعملي نص بالحمض والثوم والنص الثاني باللحمه ماشي؟ لاني ما بعرف كيف بتحب اليبرق. ماشي. الظاهر هالضيفه كتير مهمه. ايه والله كتير. انتي بتعرفي مين يلي جاي لعندها؟ قالت لك شي؟ ما بعرف شي، بس كتير متشوقة لتجي. شو هادية؟ يا ترى مين هالضيفة؟ انا بدي روح لصلي. ايه؟ انتي بتلاقي ألف حجة لتهربي من الشغل. كنتي تقولي مشاكل وبطيخ وهلأ بالصلاة. والله حلو، شو رأيك ساوي مثلك؟ الله يهديكي وتصيري مثلي. ألو تيمور بيك؟ شو صار؟ امتى جاي؟ والله ما صح لي إجي، عم تشغلني من الصبح وما عم وقف. لاقي لك شي حجة وطلعي. ما بقدر اطلع، قال بنتها جاي لعندها على البيت. شو؟ ما بعرف لأني ما سمعتها منيح، بس قالت هيك شي. اسمعيني منيح، مين ما كانت جاي لعندها بتراقبيها واعرفي لي شو قصتها وبتخبريني فورا بأي شي. انت شو في وراك؟ ايه
ابني انا رح ابعت لك كل اغراضك لهنيك، ماشي؟ يعني بتدبر امورك شي اسبوعين. تعال لا توقف تحت المطر. ماما رح روح وبالي كتير مشغول على أبي. أنا مالي مرتاحة أبدا. أبوك أقوى منك ومني بكتير، بس لو إنك شفت كيف عصب علي، في مريض بيهاجم هيك؟ يلا اتصل بنضال، يلا قل له قتلتها. قال له نعم. عملت يلي بدك يا. قل له أوصتها. أنا أوصتها لليلى. ها؟ وماتت. شو هذا يا سار؟ تاري قلبك طلع حجر. ما كنت متوقع منك هيك شيء. خالصين ما؟ انتهت هي الشغلة؟ يتركك بحالك وقل له يروح بطريقه. تركني بحالي بقى. ماشي. لساتنا اتفقنا، لا تقلق. أنت ما عاد تشوف وشي أبداً. شو قال؟ قال ما رح شوف وشه أبدا. إيه كتير منيح، ألف حمد وشكر إلك يا ربي، خلصت منه. سكر هالباب بقى وارتاح. ماما أنت فينك تروحي، لسه في ساعة، ليش لتضلي عم تستني؟ لا رح أستنى، ما رح أروح حتى أطمن عليك. أمي خلص روحي، أنت تعبانة كتير، استريحي شوي وبعدين بتمرقي لعند أبي. لا ابني، أنا حكيت يلي عندي، طالما هو ما بده يشوفني خليه يضل لحاله قاعد بالمشفى. يلا يتسن بيلي سكن ونوتما 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 انجي يلا. ماما لا تبعتي لي اغراضي. ليش؟ شو بيعرفني؟ ما في داعي إلن. Geceler misin? Beni sakın unutma, unutma anneciğim. شفت الميكانيكي بمنطقة بيوك ديري؟ أنا شفته كان واقف هنيك، طلع مانو ميت. بعرف إنه ما مات، حتى هرب من المشفى. أصلاً جيت لهون منشان هذا الزلم. أنت رح تلاقيه، ما هيك؟ هو الشاهد الوحيد، وعديني تلاقيه. لا تاكل هم، أنت عطي أقوالك وترك لي الباقي. أنا رح خبرهم فوراً ليدوروا بالمنطقة. ماشي. بابا أنت ليش عملت هيك شي من دون ما تسألني؟ الغي هالموعد فورا. حاجتك ولدني، انت سمعت الدكتور يلي بطنك كل يوم عم يكبر واكثر من الثاني.
ماني فاضي هلا. راسي كتير مشوش، بترجاك لا تضغط علي. بابا انت حاول تفهمني، بترجاك. يا بنتي الوقت مو لمصلحتنا، انت لازم فورا تتخلصي مني اللي ببطنك. بس هالقرار ما فينا ناخده بهالسهوله، بعدين انا لسه ما حكيت مع امير. واذا حكيتي له شو بصير؟ بتعتقدي انه رح يتخذ قرار لمصلحتك؟ لو انه هيك لكان هلا عم يدور بكل مكان على طريقه لتتعافي. بس شو سوا؟ شو الهم يجيب اولاد منك؟ لا يا بنتي، لأنه هي حياتك أنت، مشان هيك أنت يلي رح تتخذي القرار. فهميني بقى، يلي قاعد على هداك الكرسي مانو أمير. لو أنه كان قاعد كان ضحى بكل شيء لتمشي. اي والله الزلمة معه حق، ما عم أقدر لاقي أب لابني هو جاي عم تقولي توأم. اها اجيتي بالوقت المناسب، والله كنت طالعه. انا نيمته لخير الدين. واكله جاهز بتلاقيه بالبراد، واذا حممتيه بيكون كتير منيح. يلا خاطرك. انتي لوين رايحه؟ لجهنم. انتو شو نوعكن من البشر؟ امتى ما اجيت على البيت بلاقي بنتي لحالها؟ ما عندكم ضمير ابدا؟ انت عم تحكي عن الضمير؟ تفضل غني ورقص. خير الدين بسببك بالمشفى. انت وصلت له قصة البيت ما؟ انت اللي قلت له. بابا انت؟ ياسمين اسكتي ولا تتدخلي. ما في غيرك. لما انقطعت امداداتي صرت سيء ما هيك؟ صرتوا تشوفوا حالكم وتتكبروا. من هلا وطلع ما عاد لكم لا بيت ولا شيء. يلا خذ زبالتك من البيت. بكفي كل هالسنين ساكنين فيه. بدي يلي اخذتيهم ومع اجره البيت كل هالسنين. بس يا غالب لوين بدنا نروح؟ انا والاولاد واحفادي. انا ما دخلني فيكم، بس انا اللي بفهمه عن قريب كتير رح اخذ بنتي منكم. أنا ماني رايحة لأي مكان، حتى لو صفينا بالشارع أنا رح ضل جنب جوزي. بكرة منشوف. غالب غالب شو جيتي مشان تتوسليني مرة تانية؟ بس اسمعني، انت شايف وضعنا، وين رح نروح بهالشتوية؟ خير الدين حكى معي كمان، هو ما بده هالشي، رح أبيع البيت وأعطيك المصاري. بس مو هلأ، أصلا في فوق راسي 100 مصيبة ومشكلة. أنا يلي بقرر إمتى، إذا كان هلأ ولا بعدين. بس إذا بدك انت فيكي تخليني اتساهل بقراري. كيف؟ انا ما بدي بنتي تجيب هدنك الاولاد. ايه طيب، وانا ما بدي هالشي، بس ما بيسمعوا مني. ايه معناتها انت لازم تلاقي طريقه لحتى تخليهم يسمعوكي. غالب احكي بوضوح، شو قصدك بهالحكي؟ بنتي ياسمين ما بتقدر تكون ام وتتحمل مسؤوليه الاولاد. اعملي اللي بدك اياه، بس اقنعيها تنزلهم أو حتى جبرية. هاي الشغلة واقفة عليكي.
ناري مان خانوم، أنا بدي بنتي تكون عندي. انتي استني، انا بفتح الباب. طالما يلي جاية مهمة كتير، انتي انزلي وكملي الكوي وانا بشوف طلباتهم. مرحبا. تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. أهلين بنتي. أهلين فيكي. تعي تفضلي على مهلك، قعدي هون ساعديها. خليني ساعدك. عنك يا خانم، لا تعذبوا حالكن. خدي لشوف. يسلموا. انتي مرتاحة؟ رح احط لك هالمخدة كمان. بتشكرك كتير. تمام.
يسلموا. ماما شوفي. ما في شي حبيبي، لا تشغل بالك. هديك مرة تانية؟ ما عم افهم، شو بدهم منا؟ هداك اليوم زتت القاتة تبعنا. ياسين بدي روح اشكي لخالي امال، رح اقول له انه امي ما عاد تشتغل هون. حبيبي تعال لهون. ياسين انزلوا خلينا نحكي شوي. لا بدي اشكيها. حبيبي هلا مو وقت هالحكي، امال خانم في عندها ضيفه. توعديني ما عاد تشوفك زعلانه. بوعدك. يلا تعال. انتي مرتاحة ما هيك؟ ايه مرتاحة بتشكرك. انا مبارحة لما شفتك بهالحالة تضايقت عليكي، صرتي احسن؟ انا منيحة بس في شوية وجع. شوكولا؟ لا يسلموا. رنين تفضلي يا خانو. بنتي الشاي جاهز؟ طبعا جاهز. ليش ما عم تبلشي بالضيافة؟ بصراحة أنا ماني حابة إزعجك. ماما قالت لي إنك رح تبعتي لظرف، إجيت لأخذه وروح. معقولة هالحكي؟ أنا كتير انبسط إنك إجيتي، خلينا نشرب شاي وندردش. ماشي ما رح خجلك. ابني المجنون، وكأنه إجت نهاية الدنيا. قال شو ما بده أبعت له غراضه لهنيك. إيه ما بده يغير تيابه أبداً. لو ما لحقته بآخر لحظة كنت خسرته. يا ويلي لو كان صار له شي كنت بموت، كنت بموت. هلا نحن صفينا لحالنا. ليلى ماتت. بس مو انت اللي قتلتها. انا ما قلت لك كلك، خبرتك هيك رح يصير ما صدقت. ما صدقت هلا؟ شو صدقت لك؟ نحن حبينا بعض كثير. وانا حبيت اولاك، حبيتك كثير، بس انا حبيت اكثر منك. الله معك يا أخي. مع السلامة يا أخي، بأمان الله. عمو يسار مع السلامة. يلا بخاطرك عمو يسار. ابني لا تتأخر علي،
رح يضل بالي مشغول عليك. أنا مسامحك يا ابني والله يكون معك. بأمان الله يا ابني. في راكب ناقص، دور عليه برا. يسار أفاجيل، يسار أفاجيل، ما لقيته، خلينا نمشي. في زلمة مقتول هون. بابا، بابا، دكتور، دكتور. أنا اللي رح أغلبك. إيه يلا جربي. روح من هون، لا تقرب مني. حاسة بضيق بقلبي. معناتها يلا خلينا نروح مشوار. لوين بدنا نروح يا عمري؟ منروح لعن جدو. خلينا نروح لعن جدو. ما فينا نروح هلا، أمال خانم في عندها ضيفة ما بتسمح لنا. بس إذا بدكن منتصل ومنحكي مع جدكن. إيه موافقين. اشتقتوا له كتير ما؟ رقم دار العجزة كان موجود هون. يعطيك العافية. لو سمحت بدي أحكي مع خير الدين أفاجيل، ممكن تحولني على غرفته؟ شو عم تقول؟ هو بالمشفى هلأ؟ طمني دكتور، تحسن ما؟ طمني دكتور كيف وضعه؟ مع الأسف ساعاته معدودة، خلينا ندعي له هلأ لنلاقي متبرع مناسب. هاليبرقات كتير طيبين، حبيتهم. أهلين فيكي على طول وصحة. وأي أكلة بتحبيها؟ يسلموا، والله مو بس اليبرق، وبيتك كمان بجنن. اطلالته على المضيق بتاخد العقل. ما قلتي لي أنت وين ساكني؟ أنا؟ إيه؟ والله ما بعرف شو بدي أقول. بيتي من هالبيوت بالسكن العشوائي، بتلاقي كل بيت بلزق التاني، الشبابيك بتطل على بعضها. بدي انتقل منه، بس طبعاً هالشي بده مصاري. ليش أمك ما عم تساعدك؟ ليش هي مين بدها تساعد لحتى تساعد؟ أصلاً المسكينة فنت عمرها بالشغل مشاننا. عندي أمي بكل العالم، ما بسمح شعرة منها تتأذى. ما في مثل الأم بالدنيا كلها. أنا بعرف هالشي لأنه عندي ابن، إذا دقيقة غاب عني ما بقدر أتنفس.
انت في عندك اولاد؟ أمال خانو؟ فريدة شو بدك؟ إجاني خبر كتير سيء. آخ، ليش أنت إمتى إجاكي خبر منيح؟ قالوا لي إنه حماي بين الحياة والموت. أنت رايحة لهنيك؟ إذا أنت بتسمحي لي. فريدة لما ترجعي رح نحكي بمشاكلك الخاصة وشغلك، ماشي؟ ما عم أفهم شغلك عندي ولا ببيت حماكي. أنت معك حق. هيك دائما بيتوسلوا لما بدهم يشتغلوا، بعدين نحن ونصير نتوسل لهم مشان يشتغلوا. اذا كانت عم تضايقك كل هالقد افصلي وخلصي. انسي، لا تهتمي، ما بدي وجع لك راسك بشغلات فاضيه. والله حبيت بيتك، وفي مسبح كمان. عن جد؟ وفيكي تيجي تسبحي امتى ما بدك، يعني لما يتحسن الجو. اي والله رح انبسط كثير. شايفتلك، بس روح على البيت بدي اعصب على امي. معقول عنا معارف كتير طيبين مثلك؟ ليش ما عرفتنا عليكي؟ أمال خانم اجوا لعندكم ضيوف. مين؟ زلمه عم يقول انه زوج الخانم. دخلي لجوا يلا. مساء الخير. إن شاء الله ما أكون زعجتك. لا استغفر الله. مرحبا يا خانم. اتفضل. شكرا إليك. حياتي. ماما وين أخذ هالشنطة؟ في أغراض يا سار، أنا رح أبعث له ياهن. ليش لوين راح؟ مو لمكان بعيد كتير، بس كم يوم وبيرجع. أبوكي ليش إجا لهون؟ جياته لعندك كتراني كتير. عرف بقصة التوأم. ما بده ياهن ما؟ إيه معه حق، أنا قلت هالشي من الأول. هدول أولاد يا بنتي، إمتى ما بدك بتحملي، بس المهم تكوني بصحتك. بس إذا صار عندك أولاد بهالوضع لتضربي على راسك بعدين. إيه والله معه حق، مزبوط. ألو، تفضل هذا بيته. إيه أنا أمه. ماما ماما ماما. ابني رح نركب الطيارة ونطير لفوق بالسما. بابا ليش نحن لوين رايحين؟ على مكان بعيد. وماما كمان رح تلحقنا لهونيك ما هي؟ لا هي ما بدها تلحقنا. رح نضل أنا وياك لحالنا. تفضل أخي الشاي. يسلم ايدك. يلا العب لشوف. بدك كتير لتتعلم اللعب. أعزائي إليكم هذا الخبر، لقد تم ارتكاب جريمة في حمامات كراج سلطان في اسطنبول. حالة الجريح الذي تم طعنه من 15 موضع خطيرة جدا. أخي وإلى الآن لم نتوصل إلى معرفة ملابسات الجريمة. يسار! نحشوات شو صار له؟ أستغفر الله، شو صار لك؟ يا حارس! وقف وقف! اهدى شو صار لك؟ طول بالك يا أخي! أخي! اهدى شوي! لك عود هون وانتا! شو قصة أخو؟ ليش عم يصرخ؟ يسار! خلاص يا أخي طول بالك! هدي حالك شوي! استنى نفهم شو القصة! شو بقى أخوك؟ ليش عم تصرخ؟ قتلوك يا أخي! خلاص طول بالك يا أخي! صار هذا الخبر عن أخو؟ لسه ما منعرف شي. وضعه كتير خطير يسار.
ابني لا تروح. ماما خلص. أمير لحق أخوك لا تخليه. ماما اهدي شوي. تعالي تعالي طولي بالك شوي. خلاص اهدي شوي ماما. خلاص ماما خلاص اهدي. بترجاكي أمي لا تعملي هيك. خلاص بقى اهدي ماما. الله يجازي يلي كان. طولي بالك ان شاء الله بصير خير. ليش تركتني ورحت يا عمري؟ تعالي عدي هون. مو على اساس انك بترجاكي اهدي شوي. روح عني يا. طولي بالك امي. يا روحي انا. ماما خلصنا بقى. ابني ضبيت لك كنزاتك وبنطلوناتك وحطيتهم بالشنطة. ماما. يا ماما. يا سار. ماما. لك امي ماما رجاء اهدي شوي خلصنا بقى. قبلك طولي بالي ماما خلصنا. شو صار بابا منيح؟ ماما حاجه بقى حاجه تعالين اتلا. الله لا يوفقكم. خلص بقى اهدي امي. تركني عليها حرمتوني من ماما. ابني قضيت امي ليش ماما انا شو سويت؟ الله لا يوفقكم. مرتخي انت روحي هلا. وين اخوكي؟ قولي وين اخوكي هالمجرم؟ خليه يجي وانا بدي اخذه بايدي بايدي. خلصنا. ليش اخي شو صار؟ هو عمله. امي هو يلي عمله ما في غيره هالحقير. بس مرت اخي ما بتعرف شي. ماما بتعرف. هي بتعرف كل شي وخبت علينا. كرمال الله. وين اخوكي وليه؟ وين اخوكي؟ خلصنا امي مشان الله. تعال عادي شوي. خلص عادي. طولي بالك. طولي بالك. يلي قضوا على ابني. مشان الله اهدي شوي لسه ما بنعرف شو وضعه هلا. Hastane önümde incir ağacı, anam ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı. Baş tabip geliyor yaramdan acı. Hasta düştüm yüreğime dert oldu, anam dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Mezarımı kazın bayıra düze, anam vay düze. Yönünü çevirin sıladan yüze, anam vay yüze.
طمنا دكتور، كيف وضعه هلأ؟ أخي رح يعيش معه هيك؟ رايحة على البيت أعمل له صحن شوربة. لما يفيق بيكون جوعان وحبيبي ما بيقدر ياكل أكل المشافي. ماما ابني قوي رح يتعافى وبعدين رح يقوم وما رح يضل فيه أي شيء. نحن عملنا كل جهدنا بس المريض خسر دم كتير. كيف يعني؟ ابني ما بيموت هلأ، ما بيترك أمه لحالة. مع الأسف توفى دماغيا هلأ. مستاني نمت أخي راجي أنا ماجي دكتور بلادي بنا علاجي أنا علاجي دكتور بلامدي بنا علاجي أنا